قصة وعبرة. كان هناك رجل معجب بجارته وحاول أن يصل إليها فلم يستطع، وفي يوم قال لزوجته: سنخرج في رحلة نحن والأولاد. فوافقت زوجته، فقال لها: وجهي الدعوة لجارتنا الوحيدة والمسكينة لتذهب معنا للتنزه. ذهبت الزوجة عند الجارة واقترحت عليها الفكرة، فوافقت الجارة ظنا منها حسن النية وأنها ستكون مع العائلة كلها. وعندما ذهبوا طلب من الأولاد أن يذهبوا للعب عند سفح الجبل حتى لا يزعجوهم، وبعد ذلك طلب من زوجته أن تذهب إلى حقل النعناع القريب لإحضار بعض النعناع، وبعد ذلك صارح جارته بنيته. فخافت منه الجارة العفيفة التقية فعرض عليها 100 دينار، فأرادت أن تسايره إلى حين عودة زوجته، فاستمر بالزيادة حتى وصلت المبلغ 500 دينار وهي ترفض. فغضب وهجم عليها، وإذ هو يحاول اغتصابها مر عليهم رجل وحاول مساعدتها، فقامت وشرحت القصة للرجل، فنظر إليه فقال له: يا رجل، أنت غبي تدفع لهذه المرأة كل هذه النقود، وهناك امرأة في حقل النعناع تعرض نفسها بالمجان. فصعق الرجل بزوجته وأغمي عليه: يا ابن آدم، أصنع ما شئت، فكما تدين تدان. من يزني يبنى به ولو بجدار بيته، من يزني في قوم بـ2000 درهم يزني في أهل بيته بغير درهم.